نروح شرم الشيخ وفريقنا الموجود في شرم الشيخ الحقيقة بينقل لنا أمور كتير والاستعدادات اللي بتتم هناك، خصوصا بقى يعني النهاردة التقرير اللي معانا من شرم الشيخ رائع جدا على فكرة تركيب محطة شحن السيارات بالكهرباء، بدء وجود المحطات، منطقة شحن الأتوبيسات فيها 70 شاحن، حاجة الحقيقة كده عظيمة جدا، وتحول في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ كوب 27 إن شاء الله الشهر القادم. آلة العمل لا تتوقف هنا بمدينة شرم الشيخ التي تستعد لاستقبال قمة المناخ كوب 27 نوفمبر المقبل من خلال عدد من المشروعات الصديقة للبيئة. واحد من هذه المشروعات مشروع محطة شحن الأتوبيسات الكهربائية. المشروع مقام على مساحة 55 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية 140 أتوبيس، عندنا 70 شاحن، الشاحن بيشحن 2 أتوبيس. احنا رعينا في التصاميم ان احنا نواكب احدث التكنولوجيا واحدث المعايير والستاندردز كلها، اخترنا سيستم للشحن يتوافق مع الاتوبيسات اللي هيتم توريدها هنا في شرم الشيخ. طبعا المحطه دي استخدمنا فيها الماتيريال تصنيع محلي، يمكن أكثر من فوق 80% هي صناعة مصرية بديزاين مصري. تشمل المحطة التي بلغت نسبة إنجازها أكثر من 90% منطقة للشحن والمظلات، وتتسع ل 140 أتوبيسا كهربائيا. مصمم على إن هو لو حبيت بعد كده تنقل مثلا جزء من هنا تروح أماكن تانية تقدر تنقل كل حاجة. عندنا 70 شاحن زي ما قلت لحضرتك، الشواحن في منها السريع اللي هو 120 كيلو وات، وفي منها اللي هو النورمال اللي هو 60 كيلو وات. اقدر اشحن ال 140 باص كلهم في 8 ساعات. نفذنا المشروع باعلى معدلات الجوده العالميه وطبقا لتعليمات الايزو 9001، وباعلى معايير للجوده وباعلى وفي اسرع وقت. تأتي هذه المحطة في إطار إنشاء عدد من محطات الشحن الكهربائية لخدمة أعمال الشحن الخاصة بشبكة الأتوبيسات الكهربائية، والتي سيتم تسييرها أثناء وبعد قمة المناخ كوب 27. تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء تقدم نموذجا مميزا للعالم في استخدام الطاقة النظيفة المتجددة هو ما تهدف إليه الدولة المصرية من أجل الوصول إلى مدن مستدامة صديقة للبيئة. من شرم الشيخ عمرو موسى لبرنامج من مصر.